طيب خلينا اليوم نبلش من موضوع الديسكشن للإتريتيف موديل اللي هو الانهانسمنت او الديليفري. يعني حنحكي عن اكثر من شغله، حنشوف اذا في هلا في ايجابيات، اكيد واضحه انه في ايجابيات، طب في سلبيات، في مشاكل، بلس امتى ممكن نستعمل كل شكل، لانه الإتريتيف شفنا شكلين الانهانسمنت والديليفري. اوكي سو امتى فينا نستعمل الشكل الاول، امتى فينا نستعمل الشكل الثاني. تمام، بس انا بدي ارجع اكد انه فكره الإتريتيف موديل هي فكره تسليم على أجزاء، على شكل increments. كل increment شو سميناها release. أوكي مصطلح release جدا مستعمل. أوكي so نرجع شوي نحاول نتناقش شوي نشوف بعض الملاحظات. أول ملاحظة بس بدي أخبركم إياها إنه حاليا بالبزنس معظم الشركات تتبع هذا الأسلوب. طبعا في كتير models تبنت فكرة التسليم على أجزاء، طبعا مسميات مختلفة، مش اسمها iterative، هتلاقي أسماء تانية بس الجوهر تقريبا نفسه. يعني حاليا بالشركات كتير قليلة تلاقي إنه البروجكت بتسلم مرة واحدة. أوكي لاحظ البروتوتايب الواترفول كم مرة بتسلم مرة واحدة بس نخلص كل الشغل، بينما لما أحكي لك بدي أسلم على أجزاء مش ضروري بعد سنة أسلم البروجكت كامل، أنا ممكن بعد شهر شهرين أسلم دفعة، الشهر اللي بعده أسلم and so on. لما تكمل المدة شو بكون عملت؟ سلمت البروجكت كامل. أوكي طيب هل في فائدة للكستمر من هاي النقطة؟ يعني هل هذا الشيء بيفيده؟ في فائدة أكيد أكيد. إذا الكستمر كان مستعجل، يعني فرضا مدة البروجكت أو الديدلاين كان تسليم معنا بعد سنة، هلا الووترفول البروتوتايب هو قبل السنة مش هيستلم أي شيء ملموس. أوكي حاليا أنا ممكن بعد شهر شهرين شو أعمل بالنسبة للكستمر؟ ريليس أول. هلا الريليس أكيد ما فيها كل الفانكشناليتيز 100%، شو رح يكون فيها؟ الكي فيتشرز ممكن أسلمه أهم شيء. يعني نعطي مثال، لو قلت لك في نظام جامعة كامل بده يكون كل النظام بيكون أوتوميتد، أوكي وإجينا بدنا نسلم على شكل أجزاء، شو ممكن أسلم أول ريليس مثلا؟ نظام جامعة، نظام مثلا تسجيل الطلبة مؤقتا بالضبط، ممكن نظام التسجيل والباقي ظل مانيوال. طب الريليس اللي بعد؟ الريليس اللي بعد نبدأ في تنزيل مواد، ما تنزيل مواد هي مثلا أول شيء مثلا دفع. شو أهم شغلة فرضا ممكن واحد يحكي لا ما هو التسجيل بيعتمد على المالية مثلا، فممكن أول شيء شو أعمل؟ نظام المالية صح؟ هذا السيستم اللي بعده ممكن هو نظام الريجستريشن لانه مبني على الماليه وحيكملوا بعض. بعد هيك بتبلش تضيف فانكشناليتيز، يعني بتبلش تضيف وظائف وظائف لحد ما توصل للمرحله انه كل السيستم شو راح يكون كامل. طبعا اكيد انا مش هسلمه اول شيء الشيء، يعني تخيل انه اترك كل شيء واول شيء اسلمه حركه الباصات مثلا، لا انا في شيء بيكون اهم بالنسبه لوظائف لإلي يمشي البزنس تبعي. مثلا احنا بالجامعه كثير اكثر شيء عليه ضغط واكثر شيء مهم موضوع الريجستريشن للطلاب صح؟ فممكن هاي النقطه اللي اركز عليها. سو واضحه فكره الريليسز، بينما لو احكي لك لا انا بدي اسلم مره واحده رح استنى بعد فتره وبعد هيك كل شيء رح يتسلم، فوقتها ممكن لا فعلا يظهر مشاكل كبيره. بينما بالريليسز مثلا انا سلمت الماليه، لما اجي ثاني مره بدي اسلم قبل ما أسلم هاي المرة رح يحكي لي فيدباك عن المالية، لما أجي أسلم الريجستريشن بعدل على المالية وبسلم التسجيل. أوكي فإذا موضوع الفيدباك جدا جدا مهم، تحته ألف خط موضوع الفيدباك. أوكي تمام، فإذا بستعمل الإتريتيف موديل لما يكون البزنس بده كويك ريسبونس، لما الكاستمر يكون مستعجل بده إشي ملموس اوبريشنال شغال بأقرب وقت. أوكي لأنه المودلز الثانية ما كتير بتخدمني من هاي النقطة. تمام، في مبدأ بنسميه بالبزنس get as you pay، يعني الكاستمر هو عم بدفع لي وبالمقابل شو عم بيعمل؟ عم بياخد شيء ملموس وفيه يشتغل عليه. قلنا فكرة الفيدباك جدا مهمة جدا وناقشناها كتير. أوكي هل في سلبيات؟ طيب أكيد شوفوا هو ما في إشي مثالي، يعني قد ما الموضوع كتير منيح قد ما الموضوع كتير مفيد إنه أنا بقدر أخذ تغيير الريكويرمنتس بعين الاعتبار، شو ما في تغيير عادي أنا باخده في عندي فيدباك مستمر وبغير وبطور. أحيانا كثرة التغيير شو ممكن تعمل؟ عندي مشاكل.
تخيل كل مرة الاركيتكتشر او الديزاين بدي اعدل عليهم، اوكي؟ فممكن ما يكون يطلع عندي الاوبتيمال ديزاين او الاشي المثالي، اوكي؟ بلس ممكن كثرة التغيير على شو تأثر؟ الأداء بالنسبة لإلي كبروجكت على الكوست او ممكن على التايم، يعني وصلت؟ يعني تخيل كل مرة تغيير 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 تغيير، بس انا عم بقول لك على الورست كيس سيناريو، يعني مش دائما في عندي كمية تغيير كبيرة. فممكن بعض الناس يكون عندهم مأخذ على هذا الموديل انه اذا كثير عندي ريورك، عندي دائما اعادة شغل وتشينج، فانا ممكن الكوست تتأثر شوي. اوكي، شو رأيكم بهاي النقطة؟ انتوا هلا بدي اسمع منكم قد ايه هي نقطة سلبية مقارنة مع الفوائد اللي عم باخذها؟ قد ايه أنا الكوست ممكن تتأثر، الوقت ممكن يتأثر؟ قارن لي اياها بالووتر فول موديل مثلا. من ناحية ما في كل الحالتين أو بالنسبة للحالتين، لو أخذنا بعين الاعتبار إنه الكاستمر مش دائما راح يطلب تغييرات، طبعا راح تصفي معك إنه الإتيريتيف أحسن. بس انه لو صف او لانه في كل الحالات اذا الكاستمر اجى بعد انت ما خلصت بالواتر فول بعد سنه كامله يقول لك انا لا مش هذا اللي انا بدي اياه، طب انت كذا بالضبط. خسرت، هذا ما خسر. Exactly. إذن وين في ريسك أكبر؟ في الواتر فول ريسك عالي جدا جدا إنه بعد كل هاي السنة الشغل تخيل يجي يقول لك No, this is not what I wanted. مش هذا اللي ببالي، مش هاي الوظائف، ما كان بدي إياه يشتغل بهالطريقة. طب أنت شو راح تعمل؟ وكأنه راح تحيد شغلك وترجع من أول وجديد. بينما بالإتريتيف لو أخذنا الورست كيس سيناريو إنه دائما في إعادة شغل، في شوية تغييرات عم بتصير، مقارنة بالواترفول هي nothing، لأنه أنا عادي أخذها بعين الاعتبار بهاي اللحظة وأنا عم ببني. يعني تخيل الموضوع زي كأنه مبنى building عم تبني فيه، هلأ كل ما تطلع بطابق وتعمل تغيير بسيط أحسن من أنه تخيل توصل كل العمارة تبنيها وبعدين تكتشف تكتشف أنه ان الاساس خربان. غلط. exactly. فلو لو أنه عن جد في تأثير شوي على الكوست والتايم، it's nothing comparing للواترفول والريسك تبعته العالية. فمش دائما في فعلا وكأنه انفستمنت فينا نفكر فيه، هي مجرد استثمار بسيط. يعني ممكن شوي نطول نحس انه ممكن اعاده الشغل تاخرنا ندفع، بس فعليا احسن من انه نعيد كل الشغل. ودائما احنا يعني هذا نحكي كتاخير، يعني حتى ما يكون عندنا تناقض، احنا بنحكي اذا تاخرت هو مش مقبول لانه في ديدلاين، بس انا الكاستمر لما اكون عم بسلمه اول باول مش رح يكون زي ما انه انا احكي له سنه وبعدين اتاخر عليه بعد سنه. وصلت الفكره؟ أصل فبصير في غالبا مفاوضات، لانه احيانا بعض طلبات التغيير اصلا هي اوريدي بدها زياده وقت، فالكستمر اوريدي بيكون ممكن عاطيني وقت زياده، فبالنسبه له انا مش عم بكون عم بتاخر عليه، ممكن بس تاخير بالنسبه لي كفتره تسليم، اوكي؟ بس مش حتكون مشاكل زي باقي المودلز. فالسلبيات اللي عم بنشوفها مقارنه بباقي المودلز فينا نشوفها يعني بشكل نسبي كثير اقل من باقي السلبيات بالمودلز الثانيه، اوكي؟ تمام. تمام. So, أهم نقطة واللي دائما بنسأله لكل موديل وهذا اللي كتير بركز عليه، يا جماعة ما بدي تحفظ، أنا بدي تعرف وين بدك تطبق كل موديل. حكينا الواترفول إمتى بستعمله، حكينا البروتوتايب إمتى بستعمله، طب الإتريتيف أو الإتريتيف إنهانسمنت مثلا إمتى بستعمله. أهم شغلة لما يكون عامل الوقت مهم، لما الكستمر شو يكون مستعجل بده إشي ملموس على أرض الواقع. طيب وبلس لما ما يكون بدي الريسك تكون موجودة تبعت انه ما يطلع البروجكت زي ما بدي او يكون في مشكلة بالريكويرمنت بالبروجكت، اذا اللي ما بدي اتحمل فيها هاي الريسك، ما بدي هاي الريسك تكون موجودة، انا بروح للإتريتيف موديل. لما يكون عندي بعض الريكويرمنت مش واضحة، لو بدي ارجع للشكل، ما احنا كل مرة بنسلم باخد فيدباك وباخدها بعين الاعتبار بالإتريشن الثانية، فاذا الريكويرمنت فيها غموض هل ممكن لقدام توضح؟ يعني إذا أنا هون الريكويرمنت في بعضها مش واضح، ممكن لقدام تصير واضحة لإلي؟ ممكن. ممكن. هو كل delivery أو كل تسليم باخذ منه فيدباك وممكن requirements جديدة، فأكيد لما requirements فيها مشكلة أنا بقدر أروح لمين؟ للiterative model، أوكي؟ تمام. طيب what about الشكل الثاني اللي سميناه iterative delivery، اوكي؟ طب امتى بروح بستعمله؟ احنا قلنا هذا الموديل باختصار بدايته بتشبه الواترفول وكانه انا بعمل الريكويرمنتس
والهاي ليفل ديزاين او الاركيتكتشر بشكل الواترفول التراديشنال، بعد ما اخلص ببلش اشتغل بالإتريتيف ستايل اتسي. اوكي، انه ببلش اخذ جزء جزء من الريكويرمنتس ابنيها واسلم ريليس للكاستمر. امتى ممكن استعمل هذا النوع من او هذا الشكل من الإتريتيف برايكم؟ لما يكون الكاستمر عارف 100% هو ايش بده. ممكن يعني احيانا نشوف الريكويرمنتس ممكن تكون واضحة، ما فيها كتير تغيير مثل اللي عم نحكي فيه وانا كتير مجهولة كتير غامضة، however برضو مستعجل الكاستمر. يعني لو قلت لك الترديشنال waterfall الريكويرمنتس معروفة وواضحة، however انا بسلم مرة واحدة، طب بلكي الكاستمر مستعجل هنا مشكلة. بدي اروح بهذا الشكل، باجي بستعمل هذا الشكل، ببلش كأنه waterfall وبعدين ببلش اسلمه على شكل اجزاء. طبعا هون في فيدباك، ممكن اخذ فيدباك واحسن شوي على الاشي اللي عم بسلمه اياه. اوكي، او مثلا باجي بقول لك الكاستم، فرضا انا بدي اخذ ريكويرمنت من اداره الجامعه والاداره مش راح تكون موجوده معي طول فتره البروجكت، بدي اعمل سيستم بسيط لهم مثلا. اوكي طيب شو اعمل؟ عادي بشتغل كاني waterfall، بجمع ريكويرمنت من البدايه بشكل أعمل وبعدين ممكن أبلش على شكل أجزاء. أوكي، فإذا هذا الشكل كمان له استعمالات. أهم شغلة إنه أنا عم بسلم على شكل releases، فلما يكون الكاستمر مستعجل فهو أكيد راح يلاقي فيه فائدة من التسليم. أوكي. دكتورة بس تفضل، بس لو إنك تكبري السلايدات نشوف الصورة أحسن. اوكي انا خلصت مبدئيا من السلايدز، هذا اوريدي كان موجود عندكم بالفيديو الماضي، انا هلا بس كنت عم بعمل شويه كومنتس. اوكي قلت انه بشتغل زي waterfall وبعدين بكمل بشكل الايتريتيف. اوكي تمام، بس انه برجع باكد ان بالنسبه لي بالفيديو الماضي شرحنا الشكل، شرحنا الايتريتيف انهانسمنت كيف شكله والايتريتيف ديليفري كيف شكله. اليوم بركز انه الهدف من هاي المحاضره هيك نقاش ايجابيات سلبيات وين استعمل هذا الموديل. اوكي